هذه قصة عالم متميز بحياته، بسعة علمه وبأعماله العلمية. إنه أبو الريحان البيروني، المولود سنة 973 ببيرون، وهي مدينة صغيرة بخوارزم في مقاطعة آسيا الوسطى، هي اليوم جزء من أوزبكستان. إننا لا نعرف شيء عن آبائه، إذ وبعد ولادته احتضنته عائلة من الأمراء كانت تحكم المنطقة. كان ابن عراق أحد أعضاء هذه العائلة، وكان عالماً ذا مستوى عال، أصبح فيما بعد أستاذاً للبيروني. في سن 17 بدأ البيروني أعماله الأولى في هذا المجال عن طريق القيام بعدة ملاحظات وتحديد خط العرض لمدينة كاف. وفي سنة 995 اندلعت حرب محلية وأجبرت هذا الشاب على مغادرة مسقط رأسه لمدة سنوات، فاستقر عندئذ في مدينة ري الإيرانية، فوجد في هذه المدينة نشاطاً علمياً منتعشاً، والتقى فيها مع ألمع الباحثين من أمثال الخجندي الذي استضافه وساعده على مواصلة أرصاده. حوالي سنة 996 أكمل مؤلفه مقاليد علم الهيئة في حساب المثلثات. عرض في هذا المؤلف اكتشافاً هاماً توصل إليه تقريباً في نفس الوقت عدد من الباحثين المسلمين، ويتعلق الأمر هنا بالمبرهنة المسمات الشكل المغني التي سمحت لعلماء الفلك باختصار نصف الوقت الذي كانوا يقضونه في إنجاز الحسابات العديدة التي تتطلبها نشاطاتهم. وفي نفس الفترة المنحصرة بين 995 و997 نشر البيروني عدة مؤلفات حول مواضيع رياضية وفلكية وتنجيمية وتاريخية، مثل الحساب الهندي وعمل الأسترولابات والساعات الشمسية وتحديد السنة الشمسية وتاريخ الشعوب. وفي نفس هذه الفترة أيضاً، أي ما بين سن 20 و24، بدأ في التواصل عن طريق المراسلات مع علماء وفلاسفة، وكان أول تبادل له للرسائل مع الفلك الكبير أبي الوفاء، وسمحت لهما هذه المراسلة بإنجاز رصد لخسوف القبر في 24 ماي سنة 997. وكانت عملية الرصد في نفس الوقت في كث، أين كان يقيم البيروني، وفي بغداد حيث كان يعمل زميله. وبفضل تلك القياسات التي كانت تجرى على بعد مئات الكيلومترات، تمكنا من قياس دقيق لفرق خط الطول بين المدينتين. أما المراسلة الثانية فكانت بينه وبين الطبيب والفيلسوف الكبير ابن سينا، الذي لم يكن يبلغ من العمر آنذاك سوى 20 سنة. لقد تبادلا بهذه المناسبة آراءهما حول مسائل علمية وفلسفية أساسية، مثل انتشار الضوء في الماء ومفهوم الفراغ ومرور المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة وطبيعة حركة الأجرام السماوية ووجود عوالم أخرى غير عالمنا إلى آخره. من سنة 2004 إلى 2017 عاد البيروني إلى وطنه وحظي بمنزلة عالية عند ملك خوارزم، الذي جعل منه أمين سره وكلفه ببعض المهام ذات الطابع الدبلوماسي. وبعد مقتل هذا الملك تم توقيفه وأسره من طرف ملك مجاور كان أكثر قوة، هو محمود الغزنوي. حينئذ عرف عالمنا فترة صعبة كان فيها في وضعية نصف أسير، قبل تحسن وضعيته بصفة ملموسة عند دعوته للالتحاق بغزنة العاصمة والانضمام للبلاط الملكي. لكن بعد بضعة سنوات قرر الملك محمود القيام بحملة قوية نحو شمال الهند، فاضطر البيروني لمرافقته، واغتنم هذه المناسبة لتعلم اللغة السنسكريتية والقيام بعدة تحقيقات ذات الطابع الإثنولوجي، كما جمع وثائق وفيرة استعملها في تحرير كتابه عن الهند. بين سنة 2040 و2048 واصل البيروني نشاطه العلمي بلا كلل،
وفضلاً عن مؤلفاته المتعلقة بعلم الفلك، قام بنشر كتاب حول علم المعادن، بالإضافة لترجمة من العربية إلى السنسكريتية لمؤلفين يونانيين هامين، كتاب الأصول لأوكليدس وكتاب الماجستي لبطلميوس. وفي السنوات الأخيرة لحياته فقد البيروني البصر، ولكنه واصل تحرير المؤلفات عن طريق الإملاء على طلابه إلى أن توفي في حوالي سنة 1050. نشر هذا العالم الذي لم يعرف الكلل أكثر من 150 مؤلفاً حول علم الفلك والتاريخ والجغرافيا وعلم النباتات والرياضيات، كما كان أيضاً مشاهداً مستنيراً لمجتمعه ولسلوكات من عاصروه. ومن جهة أخرى وبفضله أخبرنا بوجود الجدل الذي كان قائماً بين علماء ذلك العصر حول أسبقيتهم في بعض الاختراعات، وهو الذي أخبرنا أيضاً بتبادل وجهات النظر بين علماء الفلك في آسيا الوسطى حول فرضيتين من الفرضيات الفلكية الهامة جداً، أولهما دوران الأرض حول محورها، وثانيهما تحرك الأرض في الكون. فبفضل علمه الواسع وتنوع ميادين أبحاثه وميزاته الفكرية الصارمة والدقيقة، يعتبر البيروني جديراً بتمثيل عصره الذي وصفه بزمن ذي العجائب والبدائع والغرائب الجامع بين الأضداد.